ما فيش شك طبعا ان يعني هو بقى تمني يعني موضوع التوقعات دي مباراة صعبة وما فيش كلام، ولكن نتمنى ان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله ونعمل نتيجة ايجابية ان شاء الله هنا في مصر، برضو هتساعدنا الى حد كبير في ان شاء الله في مباراة العودة. انما المباراة هنا محتاجة شغل كتير ومحتاجة يعني امور كتير جدا جدا في خلال الخمس ست ايام اللي باقيين. يوم المباراة نفسه بقى هنتكلم، لو هنتكلم على الجمهور هنتكلم على اللعيبة هنتكلم على حراسة المرمى هنتكلم على حاجات كتير قوي، كل نقطة مهمة جدا جدا تتكلم فيها وتبقى معمولة بدقة جامدة جدا جدا، سواء طبعا الخمس ايام زي ما قلت لك اللي قبل المباراة، زائد طبعا ال 90 دقيقة ازاي الجمهور يبقى يعني طول ال 90 دقيقة بيشجع، طول ال 90 دقيقة مساند، طول ال 90 دقيقة ما يزومش على اللعيبة، ما يزومش على حد في الجهاز، ما يزومش على حد من اللعيبة، دايما يبقى ايجابي طوال 90 دقيقة، لان المباراة بتخلص في ثانية زي ما انت كلنا عارفين يعني. ايا كان بقى اختيارات الجهاز الفني، ايا كان التشكيل اللي هيبدا، الناس اللي موجودة في السكور شيت، يعني حاجات كتير قوي يعني. ده حلم 120 مليون، فاكيد الحلم ده كلنا مساندين للمنتخب، كلنا بدعم للمنتخب الوطني ان شاء الله، للجهاز الفني واللعيبه، فبالتوفيق ان شاء الله. يعني صعبه جدا، انت بتتكلم على منتخب السنغال، احنا شفنا الكلام ده في النهائي بطوله افريقيا، يعني المباراه ما كانتش سهله لا لينا ولا ليهم، فالمباراه اللي هنا هتبقى صعبه جدا علينا، وبرده المباراه اللي في السنغال هتبقى صعبه عليهم. انا ما بقولش ان مباراه السنغال هناك هتبقى مباراه سهله، لا هتبقى صعبة على السنغال جدا، لان برضو منتخب مصر منتخب كبير وده شفناه في البطولة الافريقية. فمهم قوي بس ان احنا يبقى عندنا نفس الروح اللي لعبنا بيها ختمنا بيها البطولة الافريقية، يعني احنا من بداية من بعد ما خلصنا دور المجموعات، من اول ما دخلنا مباراة كوت ديفوار لحد ما خلصنا البطولة، اداء المنتخب ممكن الاداء اللي كان مميز الاداء الروح العالية اللي كانت موجودة، كان معانا توفيق كبير جدا في البطولة، ما حلفناش في ضربات الجزاء الأخيرة، إنها بشكل عام لا المنتخب أدى بشكل كويس قوي، كان في روح بين اللعيبة وبعضها، كان في روح بين الجهاز، لا كان في حالة حلوة قوي. أتمنى الحالة دي تبدأ من أول المعسكر اللي بدأ من يومين وتنتهي إن شاء الله بالمباراة الثانية مع السنغال في السنغال إن شاء الله. احنا ممكن نعلق وكنا ممكن نتكلم على القائمة قبل الإعلان، نقول ممكن فلان يبقى موجود، ممكن سين ما يبقاش موجود، صاد موجود. اول ما القائمه مستر كيروش اعلنها وخلاص كلنا مساندين بقى، خلاص ما عادش ينفع ان احنا نتكلم على حد كان المفروض يخش وما دخلش، او حد دخل وكان المفروض ما يخشش القائمه النهائيه يعني. لا احنا دلوقتي في مرحله خلاص بقى خمس ايام كلنا بنساند المنتخب. كان في طبعا بالنسبه للبطوله كان في اربع حراس مرمى موجودين في بطوله افريقيه، دلوقتي هو خد ثلاثه، هو استبعد محمود جاد وضم الشناوي وابو جبل ومحمد صبحي، لان زي ما قلت لك المباراه يعني بين المباراه والمباراه هو اربع ايام او ثلاث ايام، فاربعه ممكن يبقى كتير، فانت محتاج ثلاثه. لو في امر لا قدر الله حصل اي حاجه ممكن يستدعي محمود جد، ممكن يبقى وارد ان يبقى موجود محمود جد او غير محمود جد يعني. انما هو شايف ان المباراتين بينهم فاصل قريب مش كبير، فمهم ان يبقى في تركيز اعلى، ثلاثه بالنسبه للجهاز الفني شايفين التوقيت ده امثل ان يبقى موجود ثلاثه، فكلنا مساندين طبعا للشناوي لابو جبل وصبحي واكيد باقي القايمه يعني. كنا متاكدين ان هاني كان هيبقى موجود، محمد هاني كان هيبقى موجود لولا طبعا الاصابه، دخل مكانه عمر جابر. انما القايمه بشكل عام ما فيش فيها مفاجات كتير، شويه ممكن محمد شريف كان ممكن، انما هو زي ما قلت لك هو الى حد كبير مستر كيروش عنده قناعات كبيره جدا بمروان حمدي. احنا ما خسرناش بنتيجه وحشه، او خسرنا باداء ما كانش كويس، او خسرنا كويسه لحد 120 دقيقه احنا متعادلين معاهم، وكنا ممكن نكسب، جانا يعني فرص كده كنا ممكن نكسب بها المباراه. هم كانوا في الشوط الاول كانوا افضل شويه، في النهايه المباراه خلصت بضربات الجزاء، يعني ضربات الجزاء دي مش حكم، ما تبقاش حكم ابدا على فريق، حتى النتيجه بتتكتب في السكور شيت 0-0 او تعادل ايجابي، او يعني في النهايه ضربات الجزاء دي مش حكم ابدا ان في فريق احسن من فريق. هم طبعا فريق محترمه جدا، عندها لعيبه كتير جدا كويسه، زي ما قلت لك مباراه ما ينفعش يبقى فيها تكهن بنتيجه معينه او توقع معين، لا مباراه علينا صعبه جدا في القاهره، وايضا في السنغال هتبقى صعبه جدا على منتخب السنغال. بص في الوضعيه اللي احنا فيها ديت كده دلوقتي، انا شايف ان الشناوي هجوم مصر في ان شاء الله، يعني لو بنتكلم يعني بالارقام وبنتكلم فير، يبقى الشناوي هجوم منتخب مصر في المباراه اللي جايه ان شاء الله، يعني مباراه السنغال سواء عندنا او هناك. ليه انا بقول الكلام ده؟ ليه انا اولا لا انا واخدها اهلي وزمالك، ولا انا يعني انا ما بصش لك الموضوع ده تماما. احنا بنتكلم الشناوي هو جوم منتخب مصر باكتر من خمس ست سنين، من 2018 او قبل 2018 تقريبا في كاس العالم،
الشناوي جم منتخب مصر، فانت بتتكلم في حوالي 6 سنين او 7 او 5 سنين الشناوي جم منتخب مصر. الشناوي لعب كاس عالم، الشناوي لعب بطوله افريقيا في مصر 2019، الشناوي لعب اولمبيات، الشناوي لعب بطوله افريقيا اللي احنا حتى اللي كان فيها ابو جبل تالق فيها وعمل اداء متميز جدا. الشناوي قبل ما يخرج من اخر مباراه لعبها مباراه كوت ديفوار، وكان واخد افضل حارس في دور المجموعات، ومباراه كوت ديفوار اللي خرج منها كان من احد نجوم المباراه. نزل ابو جبل ما شاء الله ادى اداء محترم جدا جدا، وكان متميزين جدا طوال البطوله، وكان ممكن يبقى افضل حارس في البطوله. انما مش معنى كده دايما بيبقى في حارس يعني بارقامه بعدد ماتشاته بحاجات كتير بقول ان ده افضل، ده احسن، وده هو رقم واحد في المنتخب، وده موجود بالنسبه للشناوي. العالم كله ماشي كده، مش معنى ان ابو جبل نزل وادى بشكل كويس يبقى هو جول اساسي لمنتخب مصر. دي حاجه تضاف للشناوي، وتضاف طبعا للكابتن عصام الحضري، وتضاف لكل الجهاز، ان لما يبقى عندك بديل وبديل كفء بالشكل اللي احنا شفنا بيه ابو جبل في البطوله، دي حاجه حلوه جدا جدا، وبتعمل جو يعني بتعمل منافسه. وشفنا الشناوي بقى كمان في اخر كام ماتش مع النادي الاهلي اداؤه متميز جدا جدا. شفنا سان داونز هناك ادى مباراه كبيره جدا جدا، هنا مباراه بيراميدز كان عامل مباراه كويسه قوي، المباراه الاخيره مع المريخ كان ادى بشكل كويس. بشكل عام الشناوي انا شايفه ان هو جول منتخب مصر رقم واحد في الفتره يعني من 2018 لحد دلوقتي الشناوي مكمل بشكل كويس قوي. حاجه تحسب لابو جبل زي ما قلت لك، ان ابو جبل لم في الوقت لما بتحتاجه بيأدي بشكل كويس. حتى مباراه ليبيا لو رجعنا شويه كده، في مباراه برده في مباراه ليبيا اللي كانت في ليبيا، الشناوي برده كان حاسس بشد في الخلفيه ونزل ابو جبل وادى بشكل كويس. فدي حاجه تحسب زي ما قلت لك لابو جبل والجهاز الفني والكابتن عصام الحضري. بس انا شايف ان الافضل للمنتخب ان يبقى موجود الشناوي في المباراه اللي جايه ان شاء الله. في اوقات انت ما انتش مش يعني مش هتاخد انت في كل الماتشات وفي كل البطولات اداء متميز على طول، لا هيحصل شويه يبقى فيه دروب شويه، يبقى فيه خطا شويه. الشناوي بعد شويه بسبب الاصابه، ولما رجع واحده واحده كده خدها لحد ما شاء الله ختم بثلاث ماتشات كويسين قوي. ابو جبل ممكن قبل البطوله الافريقيه كان مع الزمالك شويه برضو كان في اداء في بعض الماتشات كده كان في اداء متذبذب، بعد ما رجع من البطوله عمل مباراه كبيره جدا جدا، مباراه سجرادة هناك في 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 في, في انجولا اداء بشكل كويس قوي، والمباراه الاخيره مع اتلتيكو برضو اداء بشكل اتلتيكو اداء بشكل كويس قوي. كان مباراه برضو كان فيها شويه كده في تذبذب شويه، انما ده طبيعي في الكوره، يعني مش ممكن انت يعني عايز كل واحد في كل الماتشات يبقى على طول يعني، لا هيحصل برضو فيه شويه بقى في خطا او في دروب شويه في مستوى في مباراه او اتنين. مش معنى كده ان ادائهم وحش، لا انت بتقيم على يعني مش بتقيم في مباراه، انت بتقيم في مجموعه مباريات او مجموعه ماتشات، بتقول لا الاداء ممكن يبقى 8/10، ممكن يبقى 9/10، ممكن يبقى 7، انما عشان تقيمه في مباراه وتقول اداؤه في اداء متذبذب لا، يبقى فيها ظلم. يعني دايما الاربع حراس مرمى في بطوله كبيره، احنا قعدنا في بطوله حوالي شهر، الشهر ده احنا لعبنا فيه 7 ماتشات، فيهم حوالي 3 ماتشات 120 دقيقه. فانت بتتكلم في لا يعني بدليل ان احنا الشناوي اتصاب لعب ابو جبل اتصاب لعب محمد صبحي، فكان لازم يبقى عندك وفره من حراس المرمى، يبقى عندك المركز ده بالذات مركز صعب، ومش اي حد يلعب بديل المركز ده. يعني ما ينفعش تيجي تقول ايه انا هاخد 2 وبعدين لو حد حصل له حاجه العب لعيب حارس مرمى، ما ينفعش. يعني انت ممكن تلعب لعيب في اي مكان في الملعب الا ان يقف حارس مرمى. فانت عندك الماتشين بينهم من بعض 3 أيام أو 4 أيام، يعني كلهم 5 أيام هتلعب فيهم ماتشين، فالافضل في المكان ده يبقى فيه 3 كويس قوي. ولو انت خد بالك ما انت لو حصل حاجه ما انت سهل جدا يعني تضم الحارس الرابع يعني، فشايفها يعني منطقيه جدا ومعقوله جدا يبقى فيه 3. يعني الاداء اهلي والزمالك الفتره دي مش افضل ما يكون، يعني يمكن الاهلي يمكن مباراه لمباراه بيختلف، شوط من شوط بيختلف، بس ان في المجمل اداء الاهلي افضل بكتير من اداء الزمالك في الفتره الاخيره يعني. انما لا ما اعتقدش ان اللي بقى له تاثير يعني. الاصل بص لو احنا مش عايزين نبص ايا كان اللي سواء بقى لعيب عنده فيه هبوط في المستوى، اداء لبعض الفرق مش مفيش افضل ما يكون، انت بتتكلم على ماتشين بيوصلوك كاس عالم، ده حلم كبير جدا جدا. فلو انت عندك اي حاجه بيبقى فيها عامل سلبي ليك لازم يعني تحاول الفتره دي تتجنب الكلام ده تماما، سواء زي ما قلت لك انت عندك امور كتير لازم يبقى الخمس ايام دول كله ايجابي مننا احنا كاعلاميين ومننا احنا كمدربين بنتكلم في الاعلام، كل حاجه تبقى ايجابيه للخمس ايام دول مع كل اللعيبه للمنتخب مع كل الجهاز الفني. انت عندك مهمه كبيره جدا ومباراتين صعبين جدا سواء هنا او هناك، فلازم كله بيدفع يعني نقط ايجابيه كلها نتكلم فيها، وهي دي صدقني اللي بتعمل روح حلوه وبتعمل جو حلو للمنتخب. مدرب ممتاز 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 يعني، مدرب اولا بيحب الشغل قوي قوي قوي، منظم جدا جدا في العمل 24 ساعه يعني. عندنا كان لنا غرفه كده بنقعد فيها بعد كل يعني احنا الجهاز الفني 24 ساعه شغالين،
يعني في اتنين بتوع فيديو بيقطعوا الماتشات وبيجمعوا لقطات، سواء ليا انا بالنسبه لحراس المرمى كان بيبقى عندي لقطات كتير. انا حضرت مباراه نيجيريا هناك، الراجل طلع لي الفاولات، طلع لي الكورنر، طلع لي الكرات الثابته سواء الاوت الطويل اللي بيلعبوه، حاجات كتير، ضربات الجزاء، كل الكلام ده قعدت اتفرج عليها وبعتها لحراس المرمى حتى على الواتس عشان يتفرجوا عليها ويركزوا فيها، لان الحاجات دي مهمه جدا. احنا 24 ساعه بنشتغل كجهاز فني، واللعيبه طبعا بيبقى في بعض اللعيبه في خطوط معينه بتيجي تحضر المحاضرات دي، سواء على مستوى زي ما قلت لك كده، انا كنت بقعد قعدت مع الشناوي ومع صبحي وجاد فاكتر من مره عشان نتفرج على الفاولات زي ما قلت لك وضربات الجزاء بتاعتهم والحاجات دي. وفي بقى طبعا اجتماعات بتبقى للفرقه كلها يعني. فانا شايف ان الراجل، لا الراجل منظم جدا في شغله، الراجل يعني بروفيسور فعلا يعني، راجل خبره كبيره جدا، واشتغل في يعني في اعتى الانديه اللي موجوده في اوروبا، سواء مانشستر يونايتد كان مساعد مع اليكس، وكان موجود في ريال مدريد قبل كده. فالراجل لا، راجل مدرب كبير ومدرب انا شايف انه مكسب للمنتخب. فاتمنى يا رب التوفيق للراجل ده في المرحله دي، لان انا شايف ان الراجل ده لو كمل مع المنتخب هيعمل جيل تاني خالص للمنتخب يعني. والجيل ده بدا، خد بالك يعني، لو انت خدت بالك هتلاقي فيه لعيبه كتير في بطوله افريقيا اللي فاتت دي يعني ما كانتش لها وجود خالص قبل كده يعني، من البطوله العربيه ثم بطوله افريقيا في ناس اتوجد، محمد عبد المنعم ده واحد من الناس، عمر كمال عبد الواحد، مهند لاشين، لا لو قعدنا نتكلم هنتكلم على احمد ابو الفتوح برضو عشان يلعب بشكل اساسي وموجود. فهتلاقي لا لعيبه كتير، الراجل هيعمل جيل كويس قوي لمنتخب مصر، في ربنا بس يوفقنا ان شاء الله في المباراتين اللي جايين يعني. المدرب طبعا الوطني بيبقى طبعا بص، حتى المدرب الاجنبي، ما هو برضو المدرب الاجنبي لما بيبقى فيه فشل ما هو برضو بيبقى فيه انتقادات جامده جدا جدا، وعلى فكره مش في مصر بس، ما احنا سافرنا اشتغلنا بره وبنعرف لما يبقى فيه يعني فشل في مباراه او في بطوله او حاجه بتلاقي فيه مشاكل وبتلاقي فيه انتقادات كتيره جدا من الاعلام ومن الجمهور. وانت دلوقتي السوشيال ميديا دي بقت قصه كبيره جدا جدا يعني دلوقتي، ففي حاجات بتبقى منطقيه وفي حاجات بتبقى موجهه وفي حاجات بتبقى عندها في حسابات وانت بتواجه. فانت ازاي بقى تفرق بين الكلام ده، وازاي انت وانت بتشتغل في مكان عام وعارف ان العمل العام ده هيبقى فيه انتقادات كتير ويبقى فيه مشاكل كتير، لازم انت تبقى عندك يعني تبقى صدر، عندك صدر رحب وتتقبل ايا كان بقى الانتقادات دي موجهه او في حسابات للانتقادات دي. انت لازم انت وانت بتتعامل مع الكلام ده تعرف كويس قوي ان انت في المكان ده هتتقابل بالشكل ده.